بالتأكيد هو ملف هام للغاية. يعني أنا كان معي أحد أعضاء يعني رئيس اللجنة الخارجية في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأسبوع اللي فات، وبيكلمني على زيارة روسيا. يعني أنا ما كنتش عارف بكل صراحة أن الطيران الروسي، أن الطيران المصري ممنوع أن هو كمان يروح روسيا. كنت عارف أن الحظر موجود على الطيران الروسي أن هو يأتي إلى القاهرة محمل بالسياح، إنما الطيران المصري كمان أن هو ممنوع من دخول روسيا، فدي كانت مفاجأة بالنسبة لي. علشان يروح زيارة مجلس النواب أو اللجنة اللي طلعت من هنا علشان تروح لموسكو، راحت لدولة تانية، ومن الدولة التانية يعني كان ترانزيت علشان تروح لموسكو. فده كان شيء غريب للغاية. أتمنى عودة مرة تانية والضغط علشان عودة العلاقات مرة تانية، وبالأخص في الطيران والسياحة، لأن ده شيء مهم للغاية. تابعته طبعا اللي حصل ما بين تركيا وروسيا ومكالمة أردوغان لبوتين، بعدها على طول عادة السياحة الروسية مرة تانية لتركيا. أتمنى التوصل لحل في الفترة اللي جاية، خاصة أن احنا زي ما بيقول رئيس البرلمان 85% من مطالب روسيا عملناها.